قناة محمد اللي كيف عرفت أبو جودة ومزيان فتوح من جديد. ما كتير شجعني سيدي لك حيوان. والمال قديم ماله جديد، بكل الأحوال باب الحارة مستمر. تم الاتفاق مع جهة الإنتاج أن يكون أبو جودة موجود، خلينا نقول جزء 11 هو عودة أبو جودات. يعني استعدوا ترجعوا تشوفوا زهير رمضان من جديد بباب الحارة بعد ما غاب عنه السنة الماضية بسبب تغيير شركة الإنتاج وانتقالها لشركة قبنط. عم تقدم بلاغات كاذبة للسلطات. وقيل إنه سبب غيابه وباقي أبطال العمل هو تعاطفهم مع شركة ميسلون اللي بدأت بإنتاجه وكانت السبب بشهرة المسلسل في الوطن العربي. أنا حقيقة كنت متعاطف وهذا أمر طبيعي، أنا شاغل 9 أجزاء مع ميسلون. لذلك وقفت أنا، ومن حقي وقف أنا مشان قيم الأمور صح، مشان زهير رمضان يعرف وين يحط رجليه. دحين ما استقرت الأحوال وشفت ميسلون راحت باتجاه تاني إلى إنتاج أعمال جديدة بالوقت اللي شفت قبنط مكمل بباب الحارة. لكن هل سبب ما كان الوحيد، وإنما كان لسه متحفظ على عودته كون شخصية أبو جودة صارت من الشخصيات الرئيسية بالمسلسل وحب الناس إلها كان كبير، وخاف إنه ما يقدر يحقق هالشي معهم كونه كان له رأي بالجزء العاشر. شفت الجزء العاشر ما كتير شجعني، ما في أحداث، ما في شخوص، كلها شخوص جديدة، ما عاد باب الحارة هذا اللي بعرفه أنا. بعد شوي عادت أنا والمخرج، عادت أنا وجهة الإنتاج أنه طيب أخي خلينا نعمل كذا كذا إلى آخره، ويرجع أبو جودة والحل اللي وضعه أنه دمرت حارة الضبع الفرنسيين، دمروها في الجروة كذا إلى آخره. وبهالطريقة حيفوت أبو جودة للحارة الجديدة، لكن مثل عادته ما حيترك حد بحاله، خاصة أبو مشعل رئيس حارة الصالحية. هذا الغيرة وهذا لك الحساسية وهذا النكد وهي المجاكرة أنه رئيس مخفر موجود فجأة يعني بالهلمان تبع أبو جودة دخل في نيشانهم بالنص، هذا كتير له شغلة، وهذا النيشان فتح له أفاق كبيرة لأبو جودة. هذا كان اقتراح من زهير رمضان. وأكيد الكل عم بيتمنى ترجع شخصية ثانية مع أبو جودة للحارة وهي مزيان فتوح يلي شكل هو وياه ثنائية ناجحة لحد الآن بنحكي فيها. أنت بتعرفه للنمس؟ لا والله ما بعرفه، بس اللي إذا زعجك بجيب لك إياه لهون، إذا هو نمس